لطالما ندهنا على الشعب المصري وسألنا أين الشعب المصري؟ لماذا لا يتظاهر أحد؟ لماذا لا يخرج أحد؟ وكانت الحجة دائما إن الشعب المصري مغلوب على أمره، وكنا نقول أن هذا ليس كافيا وأنه يمكن للمصريين أن يخرجوا، يمكن للمصريين أن يعبروا. هذه حالة هوان وصمت لم تشهدها مصر من قبل، فإذا بنا نفاجئ منذ قليل بعشرات الصحفيين يخرجون على سلم نقابة الصحفيين. أخيرا يعود الصوت ليهز مصر، وبغض النظر أن البعض يعني قلقان شوية، وحق له أن يقلق، البعض قلقان شوية من فكرة مظاهرة مفاجئة لم يتم يعني الدعوة إليها، ومن الذي يقف وراءها باعتبار أن مصر الآن المشهد مغلق تماما والكل قلقان منه. لكن في كل الأحوال وبغض النظر عن أي تخوفات وبغض النظر عن أي تحفظات، فإننا لا شك نحيي وندعم كل هؤلاء. أنا أعرف شخصيا منهم ناس من الوقفة هنا، زمايل وأصدقاء، أحيي منهم العديد الذين كسروا حاجز الصوت وخرجت من مصر هتافات تؤكد على الحقيقة. ما الحقيقة؟ الحقيقة أنك لم تستطع أن تخدع أحدا، فأنت مشارك في الحصار. كل ما قلته بنفسك وعبر لجانك الإلكترونية وعبر أزرعك وعبر ضياء رشوان وعبر غيره أن مصر هي فاتحة للمعبر للنهار وإن إحنا اللي مغرقين أهل غزة في خيرنا، هذا لم ينطلي على أحد. فخرج هؤلاء القلة ممن خاطروا بأنفسهم ليخبروك أنك مشارك في الحصار. معبر بينا وبين أهالينا، صهيوني متحكم فيه، صهيوني متحكم فيه، مصر مشاركة في الحصار، مصر مشاركة في الحصار، معبر بينا وبين أهالينا، معبر بينا وبين أهالينا، صهيوني متحكم فيه، صهيوني متحكم. لا تملك الحقيقة إلا أنك تبدي إعجابك بأحمد أبو دوما وأحمد دوما رغم الاختلاف معه. أحمد دوما خرج من السجن منذ قليلا ولكنه لم يستطع أن يكبت ثوريته، تختلف معه كما أختلف معه أنا جذريا، لكن لا بد من الإنصاف أن تكون منصفا وأن تقول له أحسنت وخاطرت. وها هو يضع نفسه مجددا في مصاف سهام الأزرع واللجان الإلكترونية. يا للذل ويا للعار، مصر محصرة إخواننا في القطع. هذا الهتاف الذي نسمعه مجددا يؤكد على أنك لم تستطع خداع أحد، ولكن الهتاف الأكبر الذي أسعدني اليوم والذي طال الشوق إليه منذ سنوات طويلة هو الهتاف بسقوط أي رئيس عربي، وكل رئيس عربي طالما الدم المصري أو العربي ما زال رخيصا. العربي رخيص، ثم الدم العربي رخيص، يسقط يسقط أي رئيس، يسقط يسقط أي رئيس، ثم الدم العربي رخيص، ثم الدم العربي رخيص، يسقط يسقط أي رئيس، يسقط يسقط أي رئيس، ثم الدم العربي رخيص، ثم الدم العربي رخيص، ثم الدم العربي رخيص، ثم الدم العربي رخيص. هكذا هؤلاء القلة ومنهم أحمد دوما الذي ما يعني ما أكمل أشهرا عدة خارجا من السجن يقيم الحجة على الباقين. أنت تخاف؟ هذا الرجل جرب السجن سنوات طويلة ثم خرج يهتف بما يقتنع به. كل خائف وكل من التمس لنفسه الحجة انه مش قادر يطلع يتكلم عشان خايف وعشان القبضة، هؤلاء أقاموا عليه الحجة وحقيقة غسلوا جزءا كبيرا من عارنا ان مصر الكبيرة 105 مليون لم يخرج منها صوت، ولكنه حينما خرج الصوت هز أركان الجميع. يا للذل ويا للعار، مصر مشاركة في الحصار، يا للذل ويا للعار، مصر مشاركة في الحصار، ويسقط يسقط كل رئيس.